بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. معكم حسام الحوراني من الأردن، واليوم مع درس جديد من دروس ماسترينج بايثون. اليوم نتكلم إن شاء الله على داتا ست مهمة اللي هي الميني ست داتا بيس، ورح نعطي أمثلة على كيف نستعملها بالـ ANN، CNN، RNN والـ LSTM. الأجندة رح نتكلم أول شيء على Supervised Deep Learning Algorithms، هيك نعطيها سريعة. نشوف في الكومباريزن بين الأربعة أو الثلاثة الجورثمز الموجودين. بعدين نشوف إيش الداتابيس اللي هي الميني ست، إيش تتكون، كيف نعملها تريد، كيف نتعامل معها. بعدين نتكلم بالتفصيل على ديب ليرنينج أو الارتفيشال نيورال نتوركس ANN. نشوف كيف نعمل أبليكيشن، كيف نعمل بيلدينج سيفينج للموديل، كيف نعمل لود وبلوتينج للموديل، كيف نعمل بريدكشن، وكيف من داتا ست أو من فايل. هاي بالـ ANN، ورح نعطي أمثلة على CNN كذلك، وعلى الـ RNN والـ LSTM. الآن زي ما بتعرفوا احنا تكلمنا بدروس سابقة عن الـ Deep Neural Networks أو الـ ANN، الـ Artificial Neural Network بشكل عام. في درسين على الموضوع زي ما انتم شايفين هون، فاللي ما شافهم يستحسن انه يشوف هذول الدرسين. تكلمنا على الـ Convolutional Neural Networks CNN، وهي في درس بالتفصيل شارح الـ CNN، وتكلمنا على الـ RNN، وفي درس كذلك يشرح الموضوع هذا بالتفصيل. طيب ناخذ نظرة سريعة على الثلاثة algorithms أو الكاتيجوريز اللي هي الـ ANN والـ CNN والـ RNN. الـ ANN هي مناسبة جدا للـ classification prediction و decision making problems. تستعمل في البيانات الجدولية tabular data set، تستعمل في الكلاسيفيكيشن التنبؤ بالتصنيف، والتنبؤ بالانحدار regression prediction. ممكن تستعملها كذلك بالإيمج داتا والتكست داتا والتايم سيريز داتا. CNN CNN أكثر إشي مناسبة، وهي أصلا ديزايند ومصممت عشان الإيمج داتا، تتعامل مع الإيمج داتا والكمبارزن، المقارنة بين الإيمجز. تستعمل في الإيمج داتا بيانات الصور، التنبؤ بالتصنيف والتنبؤ بالانحدار. ممكن كمان تترايت في التكست داتا والتايم سيريز داتا والسيكونس انبوت داتا. الـ RNN مناسبة للسيكونس بريدكشن، للسيكونس بريدكشن، وتستعمل في التكست داتا بيانات النصوص، سبيتش داتا بيانات الكلام الصوتي، كلاسيفيكيشن بريدكشن، ريجريشن بريدكشن، وجنريتيف مودلز. ممكن تتراي ذس اولسو في التايم سيريز داتا. المينس داتابيس عبارة عن داتابيس اختصار هي للموديفايد ناشونال انستيتيوت اوف ستاندرد اند تكنولوجي داتابيس. هاي الداتابيس هي سبست اوف البيجر داتابيس اللي هي NIST. الان الداتابيس هاي مكونة من ارقام، الارقام هاي مكتوبة بخط اليد. ففي عندنا 60,000 تريننج ايمج، وعندنا 10,000 تيست ايمج. التريننج ايمج والتيست ايمج مكونه من كل حرف او كل رقم يعني من 28 ضرب 28 بكسل. شو الهدف من هاي الداتابيس؟ الهدف من هاي البيانات الداتابيس انه نتعرف على هاي الارقام. يعني اذا بنعطيه مثلا صفر باي خط، اي شكل من هالاشكال، المفروض انه يعطينا هذا صفر. اذا نعطيه رقم مثلا 7 ونمرق له اي شكل من هالاشكال، المفروض يتعرف عليه برقم 7. فاللي راح نسويه بالاربع امثله القادمه على الاي ان ان والسي ان ان والار ان ان والال اس دي ام، ان نسوي برنامج ماشين ليرنينج على الكراس، مش ماشين ليرنينج، اكشن ديب ليرنينج عشان اكون اكثر تحديدا، لان كل هذول الاربع الجوريثمز هم بالديب ليرنينج اللي هو سبست اوف ماشين ليرنينج. ف بدنا نخليه يتدرب على الارقام كلها هاي عشان نعطيه تيستينج داتا ويعطينا الاكيوريسي تبعتها. طيب هون مثال كيف استعرض بيانات الميني ست داتا. فزي ما حكينا انه بالتريننج داتا انا عندي 60,000، طبعا الاكس 60,000 والواي 60,000 الانبوت والاوتبوت، وكذلك التست 10,000 مكونه من 28 ضرب 28 ايمج بيكسل، في الاوتبوت تبعتها 10,000 ايمج. الان كل سهوله بعمل امبورت للامبو مات بلوت لايبرري
باي بلوت اس بي ال تي عشان انا استعرض الايمجز كلها عندي، وفروم كراس بس بكول الداتا سيت هاي اللي هي اللي اسمها ميني سيت. هون هذا الفانكشن بيعمل بس بلوت زي ما انتم شايفين على الشاشه هون، بودي له الاندكس تبع الايمج وبعمل لي لها بس بلوتينج زي ما انتم شايفين. لان بعمل لودنج للداتا هي ترين اكس وترين واي كوما تيست اكس وتيست واي يساوي ميني سيت دوت لود داتا. هي انا عملت ابلودنج للداتا في التريننج اكس وتريننج واي بكل سهوله، وبعمل هون لوب عليهم بالاندكس، وكل 500 مره بجيب الرقم الجديد وبعمل بلوت له زي ما انتم شايفين. هي عملت بلوت، اي كود ذس بلوت فانكشن، بيطبع لي هي طباعه. وهون طبعت بس الاكس شيب والواي شيب والاكس واي تيست اكس والتيست واي التريننج اكس واي والتيست اكس واي، هي طبعا لي اياهم 60000 60000 10000 في 10000. فزي ما انتم شايفين لودنج للميني سيت داتا هو سطر واحد، بتعملوا لودنج للداتا بتحطوها في التريننج اكس والتريننج واي والتيست اكس والتيست واي، بعدين بتعملوا عليها مانيبيوليشن. الان نبدا مع اول الجوريثم اللي يعني الارتفيشال نيورال نتورك اللي هي تحدثنا عنها سابقا، اللي احنا نعرف الطبقات اللي احنا بدنا نشتغل عليهم، نعرف الانبوت تريننج انبوت والاكس والواي، وبنعمل تيستنج للاكس والواي وبطلع الاوتبوت تبعي. فهلا بنشوف مثال كيف احنا ممكن نطبق الاي ان على الميني سيت. خلينا الان نبني الموديل بالاي ان ان الارتفيشال نيورال نتورك العاديه، نسوي اللايرز ونشوف كيف بدنا نعمل مانيبيوليشن لهذه الداتا للميني سيت. عملت اول شيء امبورتنج لللايبرز زي ما انتم شايفين، الميني سيت تنس سيكونشال لايرز عملتهم امبورتنج. عملت لودنج للداتا تريننج اكس وتريننج واي تيست اكس وتيست واي يساوي ميني سيت دوت لود داتا. بعدين عملت برنت للشيبس عشان تشوفوا الشيبس، هي الشيبس اللي هم 60000 60000 و10000 في 10000 الاكس تريننج اكس وتريننج واي. بعدين قلت له تريننج اكس يساوي تريننج اكس دوت 3 شيب 60000 في 748. طبعا هذا الفيكتورايز، عملت فيكتورايز لانه عندي انا 28 ضرب 28 بيطلع 784 بيكسلز، فعملت فيكتورايز للداتا عشان اقدر تو مانيبيوليتد. نفس الشيء للتست اكس، عملت فيكتورايز للداتا ب 784. وبعدين انا عندي 10 كاتيجوريز، بتعرفوا عندي الارقام من 0 ل 9، يعني عندي 10 ارقام 10 اوتبوت. فعملت استخدمت اليوتيلتيز دو كاتيجوريكال لتريننج واي اوف 10، ونفس الشيء تيست واي تو كاتيجوريكال عشان نعمل كاتيجوريز للاوتبوت تبعتي عندي 10 نمبرز. في عندي للاكس والواي للتريننج وللتيست عملت الكاتيجوريكال لانه انا عندي 10 اوتبوت من 0 الى 9. الان ببني لايرز very simple، ببني sequential layer اول شيء، بعدين I add الدنس layer. هي زي ما انتم شايفين ضفنا اليونتس 128، الاكتيفيشن ريليو والانبوت شيب يساوي 784، هي اول layer. الان اذا بتلاحظوا استخدمنا الاكتيفيشن ريليو، والريليو هي اي شيء اقل من صفر بتخليه صفر، يعني سالب numbers بتخليه صفر، والباقي بتعمله بوزيتيف عشان الويتس استعملهم. وعملنا لاير ثانيه وعملنا لاير ثالثه، صار عندي 3 لايرز، زائد عملنا الاوتبوت لاير المكونه من الاكتيفيشن اللي هي سوفت ماكس، لان عشان اطلع الكاتيجوريز الموجوده عندي 10 كاتيجوريز. بعمل كومبايليشن للموديل زي ما انتم شايفين، عملنا الاوبتمايزر اللوس والماتريس، وعملنا فيت للموديل التريننج اكس والتريننج واي، الباتش سايز 32 والابوكس 10، والاكيوريسي طلعناها يساوي الموديل دوت ايفالويت تيست داتا اكس واي والباتش سايز يساوي 32، وعملنا برنت الاكيوريسي والاكيوريسي طلع لنا 0.9581، وعملنا بالاخير هنا سيف للموديل، قلنا الموديل دوت سيف ماشي الحال على ميني سيت دوت موديل دوت اتش 5. فهيك عملت انا تريننج، عملت اول شيء ابلود، عملت بنيت الموديل، عملت له تريننج كومبايليشن وفت، بعدين عملت له تيست وطلع عندي الاكيوريسي. فزي ما انتم شايفين
الموضوع very straightforward, very simple, إني كيف أتعامل مع هذا الداتابيس الميني ست وأطلع الأوتبوت بالطريقة هاي. الآن هذا مثال ثاني كيف أعمل loading للموديل, بس عشان نشوف كيف ممكن نعمل له loading مرة واحدة عشان ما ظل نعمل له fitting, ما ظل نعمل training له. فنفس المثال اللي قبل شوية عملت importing لل libraries الموجودة بدي أشتغل فيها, عملت له load للميني ست, عملت shapes print out وعرضت ال reshapes ال vectorize وعملت كاتيجوريكال نفس اللي قبل شوي, وبنيت الموديل نفسه اللي وصلت عند الكومبايل وما عملت فت, فما عملت له تريننج لانه انا اوريدي عملت له تريننج وعملت له سيفنج, فهون بعمل له لودنج. فبالطريقه هاي انا ما بخلي كل مره يعمل تريننج للموديل, فبعمل لود للويتس اللي قبل شوي انا خزنتهم, هي عملت لود, وبعدين هلا بعمل الاكيورسي يساوي موديل دوت ايفالويت, وبعمل برنت للاكيورسي, هي برنت للاكيورسي طلعت 0.95, بعدين print model dot summary, وبعدين from Keras utilities import plot model. plot model هسه بنشوف كيف بنعمل plot للموديل, وقلنا له plot dot model اسم الملف وال show shapes true وال show layer يساوي true. فهسه بنشوف كيف بنطبع الموديل على الشاشه عندنا بعد ما عملنا له uploading. هذه اللي هي الاوتبوت تبعت البلوتينج اللي رسمناه من السلايد اللي قبل شويه, وزي ما شفتوا قبل شوي بالسلايد احنا سوينا ثلاثة لايرز وواحدة لاير اوتبوت. اول لاير كان الانبوت 784 والاوتبوت 128, بعدين التو لايرز الانبوت 128 والاوتبوت 28 التو لايرز, والاوتبوت الاخيره الانبوت 828 هي الها من الانبوت يعني الاوتبوت من هون هو الانبوت من هون, والاخر شيء من الاوتبوت يكون 10 لانه عندنا 10 كلاسز. فزي ما انتم شايفين هاي قدرنا نعمل بلوت للاركتكتشر اللي احنا بنيناه في السلايد اللي قبل شوي. الان بدنا نعمل بريدكشن. البريدكشن كمان هو مش صعب, الموضوع سهل. فاحنا اول شيء عملنا ابلودنج لكل اللايبرز زي ما انتم شايفين, وزي ما شفنا قبل شوي عملنا الابلودنج للداتابيس وحطيناها بالتريننج اكس وتريننج واي والتستنج اكس وتكست واي والتست واي, وعملنا ريشيب للفيكتورايز 728, بعدين عملنا تو كاتيجوريكال تريننج الواي 10 كلاسز, بعدين عملنا بدينا الكلاس الاركتكتشر تبعنا زي ما بنا قبل شويه, بعدين هنا عملنا ابلود الويتس. هلا بدل ما اعمل له فيت وبدي اعمل له تريننج بس عملنا ابلود للويت. الان قايل له هنا في عندي تكست الايمج اللي بدي اشتغل عليه له تيست اندر سكور اكس 128 و 120, وعملت له ريشيب للايمج هذا ل 784, وقلت له الايمج كلاس يساوي موديل بريدكت كلاس تيست ايمج تيست ايمج. طيب هسه شو التست اللي منين جابوا؟ جابوا من الداتا تيست اللي موجود عندي, يعني اخترت ايتم رقم تيست اندرسكور اكس 120 زي ما انتم شايفين هيها, فجاب لي رقم معين اللي هو لنفرض انه الرقم كان 6 من التستنج داتا. فهذا اللي بدي هسه اعمل له بريدكشن. فعملته هنا بريدكت وقلت له prediction يساوي image class of 0, class name يساوي image class of 0, قلت له print class name, قلت له print class name اللي موجود عندي, فطبع لي انه هاي 6 عبارة عن 6, class عبارة عن 6. لحظة مرة ثانية قلت له predict الخمسة, طبع لي هي رقم 5, فقدرت to predict انها عبارة عن 6 وهاي عبارة عن 5. فبالطريقة هاي انا اخترت يعني test من testing data, testing x, اخترت ايمج معين وعملت عليه البريدكشن وطلع لي النتيجه زي ما انتم شايفين هنا. الان خلينا نعمل بريدكت لايمج انا مخزنه عندي, يعني قبل شوي احنا اخترنا من الاكس داتا من الاكس تيست داتا ايمج. سبوز انه انا بدي اقول له هاي الايمج اللي انا بدي اشتغل عليه, انت بدك تعمل لي بريدكشن عليه. هذا مخزن عندي باسم معين,
هي اسمه my_image.png. فعملت اللودنج للموديل تبعي وعملت الاركتكشر اللي بدي اياها وعملت لودنج للويت زي ما شفنا قبل شويه. هون بقول له الايمج يساوي ايمج لود، فعملت ابلودنج للايمج هاي زي ما انتم شايفين، وقلت له الجري سكيل يساوي ترو، وهي 28 ضرب 28. وقلت له الايمج حوله لاري واعمل له ريشيب ل 784 عشان يكون فيكتورايزد، يكون على فيكتور يعني. الان بقول له موديل دوت بريدكت لكلاس تيست ايمج، هاي التيست ايمج اللي انا عملت لها من الهارد ديسك اللي عندي، عملت لها ابلودنج. وقلت له البريدكشن اللي هو كلاس اوف زيرو، والكلاس نيم اللي هو ايمج كلاس اوف زيرو، وقلت له بتطبع لي الكلاس. فزي ما انتم شايفين هنا رسم لي الايمج، هي عملت له بلوتنج، رسم لي اياه وقال لي هذا عباره عن 3. فبالطريقه هاي قدرت اني ابني موديل على الاي ان ان، اسوي 3 لايرز ولاير اوتبوت، وقدرت اني اخزن الموديل، قدرت اني اعمل ابلود للموديل. وسويت بالفيو سلايدز اللي راحت اكزامبلز كيف اعمل بلوت للموديل تبعي، عملت بريدكشن من التستنج داتا، عملت بريدكشن ل ايمج انا مخزنه على الهارد ديسك. فهيك شملت انا كل المواضيع اللي بدي اشتغل عليها عشان اتعامل مع الميني سيت داتا. هذا اول شيء اللي هو الاي ان ان، وهسه ننتقل الى الاركتكتشرز الثانيه ونشوف كيف نشتغل فيها على سي ان ان وعلى ار ان ان وعلى الاس تي ام. الان ننتقل كيف نشتغل بالكونفوليوشنال نيورال نتورك على الميني سيت داتا. ف طبعا في درس قائم اللي بحب يرجع للكونفوليوشنال نتورك يرجع له الدرس اللي بيشرح بالضبط كيف الاركتكتشر وكيف بصير اللايرز وايش شو معنى كونفوليوشنال وشو معنى ماكس بولينج وشو كيف بنحول ل فلاتند يعني فيكتورايزد اري وكيف انا بعملها بريدكشن. فهذا اللي احسن من نعمله على الكونفوليوشنال نيورال نتورك. الان بنبني سي ان ان نتورك. اول شيء بعمل ابلود لللايبرز المعنيه لمن او شو بعمل امبورت للميني سيت داتا سيكوشن لدينس دروب اوت فلاتند كونفوليوشنال 2 دي وماكس بولينج 2 دي. الان بعمل ابلود للميني سيت داتا زي ما انتم شايفين بعمل ابلود لها، بعدين بعمل ريشيب للاكسترين والاكس تيست داتا بحيث يكون عندي سامبلز بيكسلز والويث والهايت، يعني الايتمز بعدين البيكسلز واحد في 28 في 28 النمبر اوف بيكسلز، بعدين حولتهم لفلوت، حولتهم لفلوت. بعدين بعمل نورمالايز عشان يطلع عندي الاكسترين بدل ما تكون من 0 ل 255 تكون عندي من 0 الى 1، بعمل اكسترين على 255 واكس تيست على 255. الان بحول الكلاسز الاوتبوت انتو كاتيجوريكال عشان ال1 هوت انكودر اوتبوت. فعندي انا 10 كلاسز للاكس الواي ترين وعندي 10 كلاسز للواي تيست، فحولتهم ل 2 كاتيجوريكال. الان ببني الاركتكتشر تبعي عن طريق اول شيء سيكونشال، بعدين I added convolutional، بعدين max pooling، بعدين convolutional max pooling، بعدين drop out، drop out عشان أتجنب ال overfitting، بعدين flatten، بعدين بضيف two layers، ضايفين هنا two layers، بعدين آخر إشي ال output layer اللي هي دينس اللي فيها soft max، اللي فيها soft max. طبعا هذولا ريليو لكل other layers اللي عشان إنه أي شيء أقل من صفر بالسالب يطلع صفر. soft max عشان يطلع لي التن كلاس، واحدة من التن كلاس الموجودة عندي. بعدين بعمل كومبايليشن للموديل، بعمل فيت للموديل والسكور، بعمل سكورينج برينت اوت السكور. فزي ما انتم شايفين عمل لي هنا 10 اي بوكس زي ما انتم شايفين. فالنتيجة كانت الايرور او اللارج سي ان ان ايرور كانت 0.82، فهي الاكيوريسي اللي طلعت معي. حتى اشوف الاركتكتشر اللي بنيته، هاي الاركتكتشر بالسي ان ان اللي بنيته، هاي الكونفوليوشنال ماكس بولينج، كونفوليوشنال ماكس بولينج، بعدين تو لايرز، بعدين فلتر فلتن لاير، تو دينس لايرز، بعدين الاوتبوت دينس لاير اللي بيطلع عندي 10 كلاسز. لننتقل للار ان ان الريكرنت نيورال نتورك، كيف اسوي نفس الاكزامبل بالار ان ان.
طبعا احنا شرحنا بالتفصيل عن هذا الموضوع وبينا كيف بيشتغل ال RNN في درس منفصل، فاللي بحب يرجع للدرس، الدرس موجود بالقناة، بتشرح بالضبط كيف بتحسب الويتس وشو دخل الهيدن لايرز وكيف باخذ الستيت تبع الهيدن لايرز وبمرر للاذر لايرز. ففي درس بيشرح طريقة عمل ال RNN. خلينا نشوف كيف المثال عشان نشتغل على ال RNN. خلينا نبني الاركتكتشر تبعنا في ال RNN ونشوف كيف بدك تبني. طبعا هون عملنا امبورت لكل ال related components واللايرز اللي احنا بنشتغل عليهم. سبيسيفيكلي بدنا نعمل السمبل RNN. طبعا هذا الاكزامبل موجود على اللوكيشن هذا، لكن انا صغرته شوي، في اشياء ثانيه موجوده بس انا ما مش مهتم فيها، فاحنا بدنا بس نعمل نشوف كيف تريننج ونشوف الاكيوريسي. فاول شيء عملنا ابلودنج للديتا، والروز والكولومز 28 في 28 وعندي 10 كلاسز. بعدين حولنا الفلوتنج للديتا، خلينا تكون فلوت 32. بعدين خلينا الاكس ترين والاكس تيست من 0 ل 1 فقسمناها على 255 زي ما شفنا قبل شوي، وحولنا الواي كلاسز ل 2 كاتيجوريكال، وهنا طبعنا سمري على المينس داتا، فطلع عندي هي السمري داتا، عندي 60,000 ترين وتست عندي 10,000 والاكس ترين 660,000 28 28 الواي هو 60,000 والواي ترين 60,000 في 10 ايتمز. هي طبعا كل السمري على المينس داتا. الان بنشوف هون كيف بنينا اللايرز، بنينا اول شيء سيكونشال لاير، بعدين سمبل ار ان ان زي ما شايفين، هي سمبل ار ان ان، عملنا دينس لاير اكتيفيشن وعملنا كومبايليشن للموديل. فيري سمبل، سمبل ار ان ان، سمبل ار ان ان مع دينس والاكتيفيشن سوفت ماكس. فهي السمري، هي بالضبط الاركتكتشر الموجود عندي. عملنا كومبايليشن وعملنا برنت اوت للموديل بسمري. الان حددنا ايش هو الاس في جي تبع الموديل، وهون عملنا فيت للموديل للاكس ترين والواي ترين، وبعدين عملنا ايفالويشن. عملنا ايفالويشن، طبعنا الاوتبوت السكور تبعتي عن طريق الموديل دوت ماتريكس اندر سكور نيم اوف 1 اللي هي سكور اوف 1 مضروبه في 100، فطلع معي السكورنج اللي هو 91 و35%. فزي ما انتم شايفين كيف بنينا الاركتكتشر تبعي بالار ان ان على نفس المينيس داتا وطلعنا عندنا الاكيورسي. الان اخر واحد او اخر موديل بنبني اللي هو عن طريق ال اس تي ام. طبعا هذا شرحناه بالتفصيل في درس سابق اللي هو الار ان ان، فاللي حاب يدخل بالتفاصيل يعرف كيف تشتغل الار ان ان برجع للدرس اللي ريليتد. وهلا بنشوف كيف نسوي على اللونج شورت تيرم ميموري. الان بنبني النتورك عن طريق ال اس تي ام. اول شيء بنعمل امبورتنج لللايبرز زي ما انتم شايفين هون، الاشياء اللي بدي اياها، الباتش سايز 32، نمبر اوف كلاسز 10، نمبر اوف ايبوكس 5، رو هيدن 128 والكولوم هيدن 128 عشان نعرف بعد شوي بال اس تي ام لايرز. بعدين عملت لود ابلودنج لللود داتا للمينس داتا بالاكس ترين والواي ترين، اكس تيست والواي تيست. هون عملت ريشيبنج للداتا بحيث تكون عباره عن 4D اللي هو الشيب 28 ضرب 28 ضرب 1 بكسل للترين والاكس، وهنا حولتهم لفلوت بعدين قسمتهم على 255 عشان يطلع عندي من 0 ل 1. وهنا طبعت سمري على الداتا، فزي ما انتم شايفين طلع عندي، هاي عندي الشيبس وهي عندي 60,000 ترين سامبل و10,000 سامبل تيست. هذا مبدئيا اللي سويته عشان تو انيشيت وتو بيلد الاركتكتشر. هلا بالسلايد الثاني بنشوف كيف نبني الاركتكتشر. هي هنا حولت لك تو كاتيجوريكال داتا، الواي ترين والواي تيست. هنا حكيت له الرو والكولوم والبكسل عباره عن ترين اوف شيب اوف 1. بعدين قلت له اكس يساوي انبوت اللي هم شيب اوف رو وكولوم وبكسل، وعملت انكودنج الروز اللي هي عباره عن تايم ديستريبيوتد للال اس تي ام، ومركت له الرو هيدن اللي هم 128. بعدين قلت له الانكودد كولومز يساوي ال اس تي ام للكولوم هيدن ضرب الانكودد روز، وحطيتهم الانكودد كولومز هون اول لاير اللي هي دينس لاير زي ما انتم شايفين.
طلبتهم فيها. بعدين هنا عرضت الموديل، عملت كومبايليشن، عملت فت للداتا الاكسترين والواي ترين، وحدت الايبوكس نمبر اوف ايبوكس كل التفاصيل. بعدين هنا عملت ايفالويت للاكس دي تيست والواي تيست، وحكيت له يطبع لي السكورينج، وزي ما انتم شايفين هون طلع عندي سكورينج اللي هو 9859 which is actually an excellent scoring for this model. هيك بنكون عملنا الـ uploading للميني سيت داتا، وعملنا تريننج في الاربع مودلز اللي شفناهم في السلايدز اللي قبل شويه. الان شو بس كومباريزن على الريزلتس مع other machine learning، نشوف ايش الاكيورسي if you compare مع other algorithm. هذا اللي لقيت المعلومات هاي عن الطريقه هاي مرتبه، فبتشوف كيف اللينير كلاسيفاير قديش كانت مثلا الايرور ريت 7.6 الايرور ريت، الكي مينز كانت 0.52 وهكذا. بس اذا بتروح على الكونفوليوشن نيورال نتورك بتشوف انها نازل صغير، يصير الايرور ريت يصغر، معناته انه الكونفوليوشن نيورال نتوركس او الديب ليرنينج الجوريثمز و including ال CNN ال RNN وال ANN يعني ال error rate بكون واطي جدا. هاي comparing مع ال other classifiers أو ال other algorithms. هيك بنكون يعني أعطينا صورة واضحة كيف تسوي أو تتعامل مع منسد data بال ANN و CNN وال RNN وبال LSTM، وبينا كيف الطرق بشكل سريع على جميع ال algorithms. راح احط لكم اللينكس على كل السورس كود اللي انا اشتغلت عليه وجبته من النت، يعني عشان يكون اللي بحب يراجعه ويستعمله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.